السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو سوف نشرح كيفية تقاسم المحتوى التفاعلي الذي أنشأناه في موقع #5day مع تلاميذنا. لفعل ذلك نذهب إلى النشاط المراد تقاسمه، نضغط عليه. في أسفل هذا النشاط توجد عندنا خانة تسمى Embed، نضغط عليها ونحصل على هذه الخانة. نضغط على الزر الأيمن، نختار تو سيليكسيوني ثم كوبي. نبدأ أولا بالمدونة، نذهب إلى المدونة الخاصة بي مثلا، هذه هي الواجهة ديالها حاليا. إذا من هنا غادي ندخلوا المدونة ديالنا، نمشيو لارتيكل نعطونيها، ثم دا ليستي دي زارتيكل خصني نضيف ارتيكل جديد، نضغط هنا على كريي ان ارتيكل. نحدد اسم الارتيكل مثلا ايكواسيون، في المكان المخصص للنص نمسح هذا، نقوم بإلصاق المحتوى الجديد اللي قمنا بنسخه من موقع #5day، ثم نضغط على زر بيبليي، وهكذا يكون المحتوى قد نشر على الموقع. نضغط رابط المدونة، كتلاحظوا معايا أول نشاط ديالنا نشر في الموقع. إذا هكذا يمكن للتلميذ الاستفادة منه وذلك بإعطائه رابط الموقع. ننتقل الآن إلى كيفية مشاركة هذا المحتوى مع التلاميذ في تيمز. إذا أولا نذهب إلى رابط في الأعلى، كنلاحظوا بأنه كتكون من كلمة نود، كنحاولوا نمسحوها ونعوضوا في المكان ديالها، نعوضها بالكلمة التالية #5day/embed، ثم نضغط على انتري. وكيظهر لنا التمرين ديالنا بوحدو في صفحة منفردة. إذن أنسخ الرابط أعلاه كاملا، الزر الأيمن كوبي، ثم نذهب إلى مايكروسوفت تيمز، نختار مجموعة التلاميذ التي نود مشاركة التمرين معها. مثلا أضغط على هذا القسم، إذن في الخيارات اللي عندي هنايا في الأعلى في هاد لي زونغلي كنمشي لزر زائد أجوتي أن أونغلي، كنختار سيت ويب، وهنا كنعطي السمية ديال التمرين ديالي مثلا إكزارسيس دو بوان ايكواسيون، وهنا نقوم بإلصاق الرابط الذي حصلنا عليه سابقا. هنايا بيبليي دون لو كانال باش توصل الرسالة لجميع التلاميذ بأنه راه كاين واحد التمرين عليهم بإنجازه، ثم نضغط على انريجستري. إذا التمرين ديالنا كيتزاد هنايا في لي زونغلي اللي عندي في الأعلى، وكيتزاد أيضا في القناة ديال كونفرساسيون ديالي مع التلاميذ ديالي. إذا يكفي أنني نضغط على إكزارسيس
باش كيبان ليا التمرين ديالي ونبدا الاجوبه ديالي بكل اختصار. الى هنا تنتهي حصه هذا اليوم، شكرا على اهتمامكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.